أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة كضيف شرف في الاحتفالات الخاصة بيوم الجمهورية في الهند، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن دعوة الرئيس السيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر والاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس السيسي للهند تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وتتضمن لقاءه رئيسي الجمهورية والوزراء ورؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجهاً إلى العاصمة الهندية نيودلهي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي كان في استقباله كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن دعوة السيد الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا والاهتمام العميق من الجانب الهندي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، لا سيما وأن مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة لمتابعة عدد من الملفات. أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الدور الذي توليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أي تعقبات تواجه قطاع السياحة في سبيل مضاعفة أعداد السائحين والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة. وقعت كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي بروتوكول تعاون لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربيين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يهدف البروتوكول إلى مشاركة التحالف الوطني بالمشروعات والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية لخدمة المواطنين في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن مشاركة الوزارة في تقييم المشروعات التي يقوم بها التحالف وإطلاق العديد من الفعاليات تحت مظلة مبادرة إزرع التي ينفذها التحالف. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تدبير 2.3 مليار جنيه لدعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال موازنة العام الحالي، يتم صرفها على دفعات ربع سنوية حتى يتسنى صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة. وأوضح وزير المالية أنه تم إتاحة 1.6 مليار جنيه خلال 9 أشهر حتى مارس 2023 على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ولأسرهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وما تفرضه من موجة تضخمية حادة. يواجه فريق النادي الأهلي نظيره البنك الأهلي في 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، كما يحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره سموحة في 7 مساء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة ذاتها.